استاذ عمر انت كويس؟ انا كويس. صدقني يا استاذ عمر، الشقة مفروشة وفي مكان استراتيجي في الزمالك. خلاص ماشي. طب اتفضل امضي. مين؟ انت مين؟ رد عليا. اخرج من بيتي، اخرج من بيتي. مش عارف هو انا بتجنن ولا ايه اللي بيحصل ده، وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل في الشقه دي. متخافش، ابعد عني، انا مش هاذيك. انت لازم تخرج من الشقه. الشقه دي فيها ايه؟ اظن انت شفت بنفسك كام واحد قتل نفسه هنا، وانت لو قعدت هيحصل لك نفس الحاجه. ايه الحاجات اللي بتطلع في الشقه دي؟ دي الناس اللي كانت ساكنه هنا من قبلك، وكلهم قتلوا نفسهم. وش معنى انت اللي بتساعدني؟ عشان انا الوحيد اللي مت موته طبيعيه في الشقه دي. طب وليه الشقه بتعمل في الناس كده؟ هي مش الشقه بس اللي بتحكم في الشقه. اسالك سؤال، الناس اللي بتنتحر بتروح فين؟ خلاص أنا غالبا اتجننت، مبقتش عارف أفرق الحقيقة من الخيال، بس أنا لازم أعرف حقيقة الشقة دي. ازاي؟ فين؟ ازاي؟ مكتب السمسار ملوش اثر، كان عمره ما كان ليه وجود. مش فاهم حاجه، بس لازم أخرج من الشقة دي. لازم تصمد الكام ساعة اللي فاضلين دول. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الأسبوع ده هيتعاد تاني، هترجع لحظة ما كنت هتمضي العقد. هعيش العذاب ده تاني؟ ما انت لازم ما تمضيش العقد. أنا أكيد مش همضي تاني. لا، ما هو في هنا الأسبوع هيتعاد، بس انت مش هتفتكر أي حاجة من ال6 أيام اللي فاتوا. مش أول مرة ليك هنا. لازم تصمد الكام ساعة اللي فاضلة، وبعد كده تفتكر ما تمضيش. وأنا إزاي هفتكر؟ أنا ما افتكرتش المرة اللي فاتت. انت الوحيد اللي شفت صمت كل المدة دي في الشقة. لازم تحاول، لازم تفتكر. أمل، أنت فاشل وضعيف. لا لا لا، مفيش أمل. ريح نفسك، محدش هيزعل عليك. محدش هيزعل عليك. انت اللي عملت فيا كل ده؟ الموضوع مش شخصي يا استاذ عمر، ده شغل وبس. شغل؟ هو انت مين؟ السؤال مش انا مين، انا ايه؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم نشوف اللي هيحصل لك. اذا كنت فاكر حقت لنفسي انت غلطان. قبل ما تاخد القرار لازم تعرف ايه الاختيارات اللي قدامك. فاضل 3 دقايق بالظبط، وكل العذاب اللي انت مريت بيه الاسبوع ده هتمر بيه تاني. وحتى لو استحملت المرة الجاية هتعيشه تاني وتالت لحد ما اكيد هتستسلم. ريح نفسك يا استاذ عمر. أستاذ عمر، أستاذ عمر، أنت كويس يا أستاذ عمر؟ كويس كويس، بس حران شوية. اخرج من فين. لازم تحاول، لازم تفتكر.